أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم من المشاعر، هذا البرنامج الذي بدوره يرصد آراء وانطباعات الزائرين لأداء مناسك الحج، فأهلا وسهلا بكم. نلتقي أعزائي المشاهدين مع أحد ضيوف الرحمن المتواجدين هنا في مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، أهلا وسهلا بك. إكوال يا سيدي. اسم الكريم. اسم جموع يساعدوني. جموعي. يساعدوني. حياك الله. من فين؟ من ولاية الود. من وين؟ من الجزائر؟ من الجزائر. حياك الله. حدثني عن تواجدك في مكة، كيف شايف في الحج؟ اللهم ما شاء الله. الحمد لله. ما شاء الله إقامة يعني مليحة، يعني الناس يعني مواطنين يعني لباس، مرحبين بنا مليح لباس. الحمد لله. أول مرة تجي الحج؟ أول مرة. طيب شعورك لأول مرة تجي الحج؟ الشعور يعني اللهم لك الحمد والشكر، لحقنا البلاصة هذه وشفنا الخير هذا، رانا يعني فرحين فرحة اللي ما عندهاش حد. طيب اثناء رؤيتك للكعبه المشرفه كيف كان شعورك؟ بالنسبه يعني نبكي بدون شعور، اللي لحقت ثم يعني ما عادش شعر بروحي باللي راني في البقعه هذه بعد. الحمد لله. الحمد لله. طيب وش الشيء اللي شد على انتباهك في الحج؟ ايش الشيء اللي شد انتباهك هنا؟ ما الحج يعني الله نشوف يعني لا باس، يعني ما شفنا حتى شيء اللي يعني يدير ولا شيء، كل شيء مسجع ان شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. طيب بالنسبه لعيد الاضحى عندكم في الجزائر كيف يكون يعني؟ عيد الأضحى يعني كيف يعني سمعنا يعني عيد من الأعياد يعني تاع فرح، وانت يعني يضحوا به الناس يعني كما أمة محمد. أمة محمد. نعم. الإسلام الحمد لله تضحوا فيه. إيه ضحوا فيه. نعم. وصدقوا فيه يعني الفقراء يعني كل شيء. نعم. طيب ان شاء الله نتفكر في العوام القادمه تزور الحرم ما شاء الله مره ثانيه. ان شاء الله ماذا بينا ماذا بينا ان شاء الله ان شاء الله ابدا ان شاء الله باذن الله تعالى باذن الله ان شاء الله. الله يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. امين ان شاء الله. امين. نتواصل اعزائي المشاهدين مع احد ضيوف بيت الله الحرام في مكه المكرمه، اهلا وسهلا بك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ورحمه الله. اسمك كريم. لوري عبد القادر من مدينه مستغانم بالجزائر. حياك الله. بالجمهوريه الجزائريه العربيه المسلمه. حياك الله. حدثني عن تواجدك في مكه المكرمه وادائك فريضه الحج. نعم، الحمد لله نحن متواجدون لليوم الثالث بعد ان زرنا المدينه المنوره حيث قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نحن متواجدون في فندق والحمد لله بخير وعلى خير، وتواصلنا مع الحجاج، والحج خلال هذه السنة في 2014 يعني جيد جدا، ونحن متحدين والحمد لله. وشعورنا حينما رأينا البيت شعور يعني كبير جدا لا يوصف، يعني حيث أصابتنا القشعريرة والهبة ويعني الخوف من الله عز وجل كثيرا. الحمد لله. لأول مرة تأتي إلى فريضة؟ لأول مرة أزور بيت الله عز وجل مع مجموعة من الجزائريين، نحن خمسة جزائريين. نعم. من مدينة مستغانم. كلكم عن طريق القرعة أتيتم ولا؟ أتينا كلنا عن طريق القرعة، ما واحد للمرة الثانية، الحج للمرة الثانية. ما شاء الله. بس واحد مرة. نعم بس طيب واحد. طيب والأربعة المرة الأولى؟ المرة الأولى. نعم. طيب شعور زملائك الأربعة يعني؟ والله العظيم لكلنا يعني هبة وخوفا من الله عز وجل، وهذا الملتقى والمؤتمر العالمي لا يوصف، أمر لا يوصف ولا يمكن أن يتصور، ففيه اتحاد وفيه محبة، حتى أننا تواصلنا مع إخواننا من خلال حديث مع يعني البنغلاديش ومن كل الجنسيات الإسلامية العربية الإسلامية. طيب وش الشيء شد انتباهك في الحج يعني؟ الذي شد انتباهي هي التنظيم، أولا يوجد دقة في التنظيم، يوجد يعني دقة في الإقامات، إقامات منظمة، ويعني الحمد لله فيه توسعة في الحرم الشريف، وفيه يعني محبة ووئام بين الشعوب العربية الإسلامية. طيب بما أننا في فترة عيد الأضحى المبارك، كيف يعمل الجزائريون في عيد الأضحى المبارك؟ والله العظيم نحن في الجزائر يعني عيدنا يعني هو أول أضاحي تباع في الأسواق، ثم بعد ذلك يشتريها يا رب العائلة ويضحي مع العائلة كلها، حيث تعم المحبة والمسرة والأخوة يعني في العيد والحمد لله. شكرا جزيلا لك، تقبل الله منا ومنكم ان شاء الله. تقبل الله منكم، جزاكم الله خير يا استاذ. لا يزال اعزائي المشاهدين اللقاء يتواصل بكم وهذه المشاعر الجياشه من جوار بيت الله الحرام، اهلا وسهلا بك، نتعرف عليك. حسن عبد الغفار من جمهوريه مصر العربيه. حياك الله. ياسر؟ الحمد لله. حسن. حسن حياك الله. الحمد لله. حدثني عن تواجدك في مكه المكرمه وادائك فريضه الحج. والله السنه دي وكل سنه في جديد في توسعات الحرم بخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله حفظه الله ورعاه. الله يعز ولاة سعود بصراحة في كل الجهد اللي هم عملوه في المملكة العربية السعودية في مكة وفي مكة الحرم المكي والحرم النبوي،
وجهد كثير بصراحة عليهم، وربنا يحفظهم ويولي من يصلح إن شاء الله. لأول مرة تأتي فريضة الحج؟ لا والله بقى 10 سنين يجي، كل سنة في جديد هنا بصراحة ما شاء الله، ورعاية كاملة وحفظوا على الحجاج وراحة كاملة والحمد لله، وحفظ الله الملك عبد الله. طيب شيء شد انتباهك هنا فريضة الحج شو؟ والله كل شيء شدد انتباهي، كل شيء هنا في السعودية شدد انتباهي، إن الناس هنا بصراحة يعني يقومون بأكثر جهد لخدمة حجاج بيت الله الحرام. طيب ممكن تحدثني عن وضعكم في عيد الأضحى المبارك في مصر كيف تشوفون؟ والله عيد الأضحى المبارك في مصر نسوون الذبايح، فرجونا على الفقراء والمساكين، والأغنياء يعطوا للفقراء ويكون بهجة، بس طبعا عيد الأضحى هنا في السعودية يختلف عشان في أطهر بقاع الأرض، يختلف عن أي مكان تاني، وزاد في المسجد الحرام صلى فيه ب100,000 صلاة، خلاف في مسجد أي ما سوى أي مسجد تاني هنا ب100,000 صلاة. يعني بسم الله ما شاء الله ربنا من علينا وما يحرمنا من هذا بقاع الأرض الطاهرة، حفظ الله الملك عبد الله ورعاه وعزهم إن شاء الله، والأمن والأمان للمملكة العربية السعودية. وأنت ذاهب إن شاء الله إلى مصر، ما هي الهدايا التي تحملها معك؟ والله الهدايا اللي أنا أخذتها ممكن كتاب الله، المصاحف والبتاع وزعها على المساجد، وبعض الأغراض البسيطة كده زي السبح والمش عارف إيه، الحاجات تقاليد وعادات يعني، ونحمد الله على كده. الحمد لله. كتب الله لكم الأجر، شكرا جزيلا لك. ربنا يخليك، ربنا يخليك. نتواصل أعزائي المشاهدين مع أحد الحجيج هنا في مكة المكرمة، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. تعرف عليك اسمك؟ أخوكم عبد الله الصفراوي أبو زكريا من ضواحي مارسيليا في بفرنسا، مرشد جماعة كبيرة من الحجاج، نزلنا هنا في دار الإيمان بجوار الحرم. الحمد لله. حدثني عن قدومك إلى أداء مناسك الحج. والله قدمنا هذه السنة وقد وجدنا استقبالا حارا، ووجدنا في الحقيقة ورشات وأعمال وتوسيع للحرم، واستقبال حار من طرف المملكة العربية السعودية بصفة عامة، ومن طرف المسؤولين هنا بصفة خاصة، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم. اللهم آمين. طيب بما أنك مرشد للحجاج، شعور الحجاج وانطباعهم بهذه الزيارة؟ شعور الحجاج جميعا كشعور كل مؤمن يأتي إلى هذه الديار المقدسة، فكل مؤمن يتمنى أن يصل إلى هذه البلاد، فمن بلغه الله ووصل فعلا إلى هذا البيت العتيق يشعر بفرح ما بعده فرح، فليس بديل عنه إلا الجنة. فلو الإنسان شاهد هذه المشاهد ورأى هذه الأمور فإنه في الحقيقة يفرح ويشعر يعني بفرح ويستبشر خيرا، ويتمنى أن لا يحرم أي إنسان على وجه الأرض، حتى الكافر يتمنى له أن يسلم ثم يأتي إلى هذا البلد، حتى العاصي يتمنى له أن يتوب إلى الله ثم يأتي إلى هذا البلد. فبارك الله في أهل هذا البلد، وبارك الله تعالى للمسلمين في هذا البيت العظيم. طيب بما أنك مطوف، شيء تحرص عليه للحجاج اللي معك، يعني إيش تحرصون عليه؟ الأمر الذي نحرص عليه دائما، كل سنة نأتي هنا إن شاء الله مع حجاجنا، نعلمهم النظام واتباع الأوامر، وأن الحج خطوة خطوة، وأن احترام القانون الذي أنشأته المملكة العربية السعودية ووزارة الحج ووزارة الداخلية والأمن، حتى إن شاء الله نحافظ على وحدة المسلمين، ونحافظ على منهج المسلمين، ونحافظ على 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 منهج أهل السنة والجماعة، وألا نفرق بين المسلمين، حتى إن شاء الله يؤدوا المناسك على أحسن وجه وأتمه، سواء تعلق الأمر بالمسجد النبوي، أو تعلق الأمر بجوار البيت العتيق، أو تعلق الأمر بالمشاعر كعرفة ومنى ومزدلفة. شكرا جزيلا لك، تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وأتمنى للحجاج جميعا الراحة إن شاء الله، وأن يتموا الحج والعمرة لله بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتواصل أعزائي المشاهدين في لقاءاتنا هنا من جوار بيت الله الحرام في مكة المكرمة، أهلا وسهلا بك، وتعرف عليك. أهلا بك. رأفت محمد حسن الدسوقي، المحمودية دي كرنس، محافظة أهلية القاهرة. ما شاء الله، بسم الله. ما شاء الله. حدثني عن تواجدك هنا عم رحبة بالحج. نعم. حدثني عن تواجدك هنا. جيت هنا من مضي شهرين زيارة، وعدت إن شاء الله للحج. طيب كيف شايف أجواء الحج هنا في؟ نعم. كيف شايف الأجواء الحج؟ الأجواء حلوة أوي عن أي سنة. الحمد لله. الشرطة وبقيادة سمو الأمير وزير الداخلية ما شاء الله ميسرة الجميع، الحجاج جميع كل شيء محتاجينه. أنت الآن تشعر بعملية مرض في القلب يعني حاليا؟ إن شاء الله حعمل عملية في قلب. طيب. مفتوح في المدينة المنورة. لا. في مركز القلب. لا بأس عليك. بما أنك تشعر
تعب في القلب يعني. ما فيش شايف في مشقة في الحج يعني؟ لا الحمد لله ما فيش حاجة خالص، ما فيش حاجة في الحج خالص، أكنني في مصر وماشي في السيدة زينب، ماشي في الحسين، ماشي في أي شارع الحمد لله. ما فيش، ما هو قدام منك اهو الحمد لله. الشرطة ما شاء الله ما شاء الله تشعر بمعاناة أحيانا إذا كنت تعبان القلب، تشعر بمعاناة في أداء مناسك؟ الحمد لله معايا العلاج، أنا جايبه من القاهرة ومعايا برضو علاج من السعودية والحمد لله متيسر لي كل حاجة، كل ما شاء الله زي مصر بالضبط الحمد لله. ربنا يكتب لك الأجر إن شاء الله. الله يخليك ويبارك فيك ويبارك لنا ويخلينا خادم الحرمين الشريفين اللي مصر لنا التوسعات، توسعات رهيبة، توسعات ومتكلفة مليارات، ما حد ما فيش أي دولة تقدر تعملها إلا السعودية الحمد لله بقيادة الملك عبد الله ابن عبد العزيز الحمد لله، واللي معاه كلهم بإذن الله. بهذا أعزائي المشاهدين ونصل وإياكم إلى ختام حلقتنا هذا، إلى الملتقى بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.